بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما توحن جونا أما عن فدنا أن سوى قرآن آخرنا هاي نجاب هاي هاي مكينو فارح ومر من غير يتلاون حريصو أنا نبركينو سوى قرآن وها نوعي ويل كذا على عبد الله على عبد القادر عليه السلام. حقبة أنا جوا أنت ماشي هواي ماشي ورق مباهم سرعة عسان وفي لابانا يوم هنا مركز كوت الدبرنا مرت قبل مرت أسرع عن وفي لابا يوم أنا قدم بينه يبقى في ملتوي سنة أنت أساس الشيء طريقة من طوى ميلاد دقيقة كور مرة وطبعا لو أتنك بيش الجون سنة دا لابطن رواتي سدى كنا بيغان مالين تعرفوا أسئلات مش الله بيتونات سنة دا كل ما أفر بغل أفر تي أفر سبعة نوب الله بنا يو سبعة نوب الله بنا يو وعندي سنكي سبعة بيزين عمان مع عبد الله علات توس كان كاك داري ما يوحانا وردينا مع عبد الله يدعس فليتفضل مع عبد الله على رب رب لا تذرني فدا وانت خير الوالدين بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع من خذوا ما آتيناكم بقوة وكلوا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث كذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون من يهدي الله ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما سيكون عدد الأبعاد فبأي حديث فتر
أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ليسكن إليها فلما تغشاها حمرت حملا خفيفا ومرت بها لما أضعت ولا أبضلنا إن أتينا صالحة مكورا بشارك ولما آتاهما صالحا يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم هم هذان يسمعون بها ويجعلون شركاتهم ثم كيدون لبعثون ويجي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين الذين تدعون من دونه الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وما يبصرون وما تبصرون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين النوى إذا مسهم ضعيف لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وجودا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله واسعوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين تكذبون
لك في الحق بعدما تبين أن ما أنها لكم وتودون أن غير ذلك يكون لكم ويريد الله أن يرحم بكلماته حق الحق عند الماضي ولا في إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرب فغلبوا فهو تماقي غلبوا منهم غلبنا ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يشاق الله رسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا ما أموالكم
سبحانه ويكفر كل سيئات ويغفر لكم الله العظيم. فإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك سمعنا لا شاء قلنا من هذا إن هذا إلا صديق الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وانزلنا بعذاب أليم. كان الله ويكون الدين كله لله فإن الله وإن الله مما يعملون بشير تولى فاعلموا أن الله أملاك لمن مولى ولمن نسير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما بالعدوة الوسطى والركب أسفل منكم ولم تواعدتم وطلبتم بالبلاد ولكن ليقضي الله ما كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله سميع عليم. يجريكم الله في منامك ظليلا ولو أريكم كثيرا ورئاء الناس ويسد الله تبين الله
من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منه إني أريد أن أتراءى إني أخاف الله ولا جديد لقاء إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غضب هؤلاء دين ربما يتوكل على الله إلا الله العزيز الحكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجههم وأيديهم وذوقوا عذاب الحريق قدم أيديكم أن الله ليس من الله الذين من قبلهم كفروا يا يأتي الله ما قد أقول لهم من الله ومن يأتي الرضا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم الذي آل فرعون والذين من قبلهم جذبوا بآياته ربهم فلنا من الإبن وارنا لفرعون وكلنا من ظالمين شر الدواب يد الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عدتهم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمون عب الله يعلمون ما تبغونه في سبيل الله وفى إليكم عدو ظلما للسلم خجلنا حسبك الله هو الذي أيدك بنفسه وبالمؤمنين ألف بين قلوبهم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 200 يغلبوا ألفاً من الذين اعتدوا بأنهم قادرون يفرحون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم حتى يثخن في الأرض تريدون على الدنيا والله يريد أن لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم
يعلم الله في ظلمك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم إلا مصدقين الحرام أول من رجل هذا الله الله أحب أن تجعل
يعذبهم الله بأيديكم ويغزيهم ولم يتخذوا من دون الله ولا يسأل المؤمنين وليه تولى خبير بما تعملوا وكان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ويوم حنين إذ أعجبتكم فزادتكم ألمتم يا رفيه وطار عليكم غلط بما ربتم وليتم مدنين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن منكم حيلة فسوف يمينكم الله ويقف به شائف الله عليهم الحكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعلمون ما علم الله ورسوله ولا يدينون صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين فلما قبلوا قاتلهم لا يفتقون اتخذوا أحبارهم ربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا
إن كثيرا من الأحبير والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كبروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوادوا عدة ما حكم الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل قلتم إلى الأرض أرضيتم بحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا غريب إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم فلا تضروا شيئا ولا إلا تنصروه فقد نصره أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيلفون بالله وستدنا لأرنا ما قبلك لا مسلم الله يا من أنت واليوم الآخر أن يجاهد بأموال ما مسلم الله عليه من مدعي إلا ما ينتهي الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أتى فصل أمرهم في ليلهم يترددون ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة Yeah.
تسؤهم إن تصبك مصيبة يقولوا قد هلا إلا ما كتب لنا ومولانا بل توكلنا منه ونتربص ربنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم من يصيبكم الله نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله قلوبهم وفي الرقاب والغارمين ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن إنما كنا نخوض ونخوض بالآيات ورسولهم ثم تستهزئون فاعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم استمتعوا بخلاقهم
استمتعتم بغلاغكم كما استمتع الذين من قبلكم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نغموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فاستغفر الله إنما لا ملاذ لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم Oh,
إنما يريد الله أن يعذبها بها في الدنيا وتتمام وسوف كافرون. إذا أنزلت سورة من آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله جدلك النار إنما حذرنا لكم ما يطيقون لن يكونوا وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا على الوالد يتبع الله ولم يكن لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن الله لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله خلدوا عملا صالحا وعملا سيئا
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صادا لمن حارب الله بنيانه على شفاجر النهار فنار في بذار الله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في ظلامهم لا ترضى عروفهم الله السلام من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن السائحون الراكعون الساجدون الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم والله الله الله الله
يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موضئا يغيظ الكفار منهم ضائفة رسول من أنفسكم عزيز عليه ما والأرض في ستة أيام ثم سوى على العرش يدبر الأمر ما نرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا لا يرجون لقاءنا وأطلب الحياة الدنيا
الشر استعدالهم بالغير لا وضيع إليه أجل دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره بقرآن غير هذا أو بدل وما يكون لي أن أبدله وفرحوا بها جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان في الأرض بغير الحظ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا وزيادة
ولا يرهم وجوه أمتا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله أشركوا مكانكم وهاتوا أشركاؤكم فلينا بينا وما أشركا ما قد ديانا تبدا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم لا كنا عن عبادتكم لوافين ذلك تبلو كل نفس ما السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت حي ومن يدبر الأمر وسيقول الله فقل فلا تتقوا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تزرقا كذلك أعمد لمن تهمك قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق من يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكم ولا يتبع أكثرهم إلا ظن إن الله لا يغني من حق شيء إن الله عليه لما يفعل إلا ساعة من النهار يتعرفون بين المدرسة الذين كذبوا بلقاء الله ما كانوا مهتدين إنك بل الذي يعدهم المدام فإنك بين إلا فليهم ثم الله يعيدنا ما يفعلون لكل أمة الرسول I'm
نفس ضرفت ما في الأرض لافتدت بي وأصر الندم لما راه من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا لتلفتنا عما وجدنا
الدين رسلنا الذين آمنوا كذلك حقاً علينا من الدين ومنين يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد له من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واتبع ما يحكم الله وما إلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب الحكيم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويذيق الذي قل من له وإن تولى وإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله أجركم على كل جهد أنا إنهم يثنون صدورهم ليستخوا منه ولا أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا أجل مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ما يبسه ولا يوم يتيم ليس حذابنا نبعا بما جانوا به سجرا إن دمنا زارا إلا رمضا لما نزلنا من إنه سيصدقا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك أثر أيام ما ولك إلا ما أنت الذين ولا كل شيء يقولون افتريه غرفته بعرض
العشر سور الليل أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار بارد لذلك في مرية من النار حق من ربك ولكن لا ترى الناس لا يؤمنون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على وما كان لهم من دون الله إلا أولياء ما أفلهم الأدب ما كانوا يستطيعون السماء ما كانوا يبصرون أولئك الذين ما كانوا يبصرون أعينك
أدعوكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله وليت أن يغياكم وربكم عيات الجواب أم يقولون افتريه قل إن افتريته من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به وإني أعلم أن تكون من الجاهلين يا رب إني أعوذ بك أن أسألك بعض آلهتنا بسوء
توحد الله وجد وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يا ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ولا تخلف ربي قوما غيركم ولا تكلمهم شيئا إن ربي على كل شيء ويوم القيامة إلى دمدهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنما في شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي آتاني سيئ بهم وضاء بهم ذرى وما لها يوم
يعملون السيئات قال يا قوم يا هؤلاء بناتي فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا ما جاء من إله غيره ولا تنقصوا الكيان حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا هدك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتخذتموه الله من شاء الله ما جاء
كيدا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات ولا إلا ما جاء ربك أعطى إلى مجنون فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الأمة والموعظة الذي يرمي للذين لا يهمل الأحمال على مكانة ذكر إلا يهملها إنهم منتظرون لا يكيد لك كيدا إن كيدا لليزان عدوان
يعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما سَوَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تُصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ وَقَالَ يَا بُشْرَىٰ لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وشهد شاهد من أهلها إن كان وبيت ربنا
أعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن سكينا الله. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وغضعن أيديهن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يكن ما أمر إسمعنا ربنا الساغرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أعمل ما ورزي حتى تكون الضيب لأمنا من جميل إلا ملك يا مزيد قال لا يجيك ما دعم ترزقني إلا نبتكما قبل أن يأتيكما ذلكما رما علمني ربي أني فلت ملة قوم لا يؤمنون بالله وعبد الله أدبت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ربه خمرا وأما الآخر ويسلم فتكون الدائر بالمجيء وصير الأمر الذي فيه تستمتع وقال للذي ظن أنه ناجم سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات أضواء
قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لنا حسد الحق لها والدعاء الذي يحل من الظالم ذلك ليعلم أني لم أهد بغير حمد لا يديك عند أبرئ نفسي إن إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه إلا عدنا ردت إلينا فنبيل ملنا نبذها خالا ونزاج حيل بعيدا ذلك كي ليسير أرسلوا معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا وما أغني عنكم من الله من شيء إلا الله
أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه الغريب الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف هل يضحك إلا من الحزن فهو كبير قالوا تالله فمن الله علينا إنه من يتبع الحلم فإن
له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن ذا شهدا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل المرجال الآخرة خير للذين اتقوا ربنا يقرون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا استوى على العرش وسخر الشمس والقمر بالليل لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات
السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك أسر القول وما جال به ومن هو مستفي بليل وسالب منها معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بقدرها فاحتمل السائل زبد الرابية ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله هو كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثل ما أهدى الله ذلك الرسول مأواهم جهنم وبئس المصير